بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي الطلبة، اليوم رح ناخذ بعون الله المحاضرة الثالثة من سلسلة المحاضرات المسجلة في معهد الكيمياء. اليوم رح نتكلم على المجموعة الثانية من الشقوق الحامضية. طبعا كملنا المجموعة الأولى اللي هي مجموعة حمض الهيدروكلوريك المنخفض. اليوم رح ناخذ المجموعة الثانية اللي هي مجموعة حمض الكبريتيك المركز. طبعا كاشف المجموعة هو حمض الكبريتيك المركز. عندنا الأملاح في هذه المجموعة لا تتفاعل مع كاشف المجموعة الأولى اللي هو حمض الهيدروكلوريك المخفف. كيف ما نشوفه في الجدول، هنا عندنا طبعا معطينا خمس أيونات، راح ناخذ منهم أربعة لأن الثايوسينات اللي في الأخير هذا الثايوسينات يعتبر خطير على المعنى. هنتكلم أول حاجة على أيون الكلورايد. طبعا أيون الكلورايد الخواص متاعه أن أغلب مركبات الكلورايد تذوب في الماء، أغلبهم يذوب في الماء. عندنا التجربة هنا نأخذ كمثال عليه اللي هو أبسط مثال اللي هو ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. ناخذ كمية قليلة من كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الصلب ونضعها في انبوبة الاختبار، يعني كمية قليلة جدا نضعها في انبوبة الاختبار ويضاف عليها قطرات من كاشف المجموعة ونلاحظ ماذا يحدث. عندنا المشاهدة اللي متوقعة، يعني يحدث عندنا فوران نتيجة تصاعد غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو الـ HCl اللي هو غاز HCl. طبعا هنا عندنا اللي هو طريقة التفاعل كيف يصير. عندنا NaCl اللي هو الملح متاعي زائد كاشف المجموعة اللي هو H2SO4 حيعطيني NaHSO4 زائد HCl. طبعا هذا ناتج قليل الحدوث لأن التفاعل سريع، فيحدث عندي التفاعل الثاني اللي هو NaCl زائد كاشف المجموعة اللي هو H2SO4 هيعطيني كبريتات صوديوم اللي هو Na2SO4 زائد 2HCl، وهو الناتج الأقرب. يعني هيعطيني تفاعل كلوريد الصوديوم مع كاشف المجموعة هيعطيني كبريتات صوديوم زائد HCl اللي هي NaCl زائد H2SO4 يعطيني Na2SO4 زائد 2HCl. عندنا بعد كي عندنا البروميد. خواص البروميد، عندنا بروميد الفضة، يعني البروميد بعد يقعد مرتبط بمعدن الفضة والنحاس والزئبق، هذين مش حيذوبهم في المية. عندنا بروميد الرصاص يذوب في الماء الصاخن. وعندنا باقي مركبات البروميد تذوب في الماء زي المثال اللي عندنا هنا اللي هو بروميد البوتاسيوم. طبعا المثال متاعنا راح يكون عن بروميد البوتاسيوم. التجربة متاعنا ناخذ كمية قليلة من ملح بروميد البوتاسيوم الصلب ونضعها في انبوبة الاختبار، ثم نضيف قطرات من كاشف المجموعة اللي هو حمض الكبريتيك المركز ونشوف شنو يصير عندي. المشاهدة متاعنا اللي هي متوقعة من حدوث التفاعل اللي هو تكون محلول بني محمر في البداية ثم تصاعد أبخرة البرومين مصحوبة ببروميد الهيدروجين، يعني تصاعد أبخرة بروميد الهيدروجين. عندنا ثالث شيء اللي هو الأيودايد أو اليوديد. طبعا الخواص متاعها يوديد الفضة والزئبق والنحاس لا تذوب في الماء، ما تذوبش لا ماء بارد ولا ماء ساخن. عندنا
باقي مركبات اليوديد، اي مركب فيه يوديد يذوب في الماء، مثل المثال اللي عندنا اللي هو يوديد البوتاسيوم. يوديد البوتاسيوم، عندنا يوديد البوتاسيوم، التجربة متاعنا ناخذ كمية من ملح يوديد البوتاسيوم نضعها في انبوبة الاختبار ونضيف اليها قطرات من كاشف المجموعة اللي هو حمض الكبريتيك المركز ونشوف شنو يصير عندنا. طبعا المشاهدة متاعنا اللي هي متوقعة من التفاعل. طبعا الايودايد يعطيني نتيجة بالتسخين، التفاعل هذا ضروري فيه تسخين، يعني نسخنوه شوية وبعدين يعطيني الناتج اللي عندي، حيعطيني تصاعد ابخرة بنفسجية، تصاعد ابخرة بنفسجية اللي هي تصاعد الايودين الايوتين، تصاعد غاز الايودين. طبعا عندنا التفاعل هنا يوديد البوتاسيوم نفعلوه مع حمض الكبريتيك المركز، راح يعطينا كبريتات البوتاسيوم المهدرجة اللي هو KHSO4 زائد جزيئين مية زائد ثاني أكسيد الكبريت زائد غاز أيودين متصاعد، نعاوده، عندنا يوديد البوتاسيوم متفاعل مع حمض الكبريتيك المركز راح يعطينا اللي هن كبريتات البوتاسيوم المهدرجة، زائد جزيئين مية زائد ثاني أكسيد الكبريت زائد الأيودين متصاعد. طبعا عندنا الكلورايد والبرومايد والأيودايد طبعا يعتبران هاليدات اللي هن المجموعة السابعة من جدول الدوري. لو تلاحظوا حتلقوا ان الخواص متاعهم مشتركة، عندنا اخر شيء اللي هو النترات، حيكون مختلف، النترات راح يكون مختلف على الاولاد كيف ما قلنا اللي هن الكلور والبروم واليود، هذين اسمهن هاليدات اللي هن عناصر المجموعة السابعة من الجدول الدوري. عندنا رقم اربعة اللي هو الايون الرابع اللي هو النترات، الخواص متاعه ان كل النترات تذوب في الماء. طبعا عندنا كمثال ناخذ ملح نترات البوتاسيوم، كمثال على ايون البوتاسيوم ناخذ على ايون النترات ناخذ ملح نترات البوتاسيوم. طبعا التجربة متاعنا ناخذ كمية من الملح الصلب ونضعها في انبوبة الاختبار ثم نضيف اليها قطرات من كاشف المجموعة اللي هو حمض الكبريتيك المركز ونشوف شنو يصير عندي. طبعا المشاهدة اللي هي تصاعد ابخرة بنية مائلة للاحمرار، من غاز ثاني اكسيد النيتروجين، المشاهدة متاعنا تصاعد ابخرة بنية مائلة للاحمرار جراء تصاعد غاز ثاني اكسيد النيتروجين.